في الحلقة السابقة من ابنة المعلم. أمال بنت حلوة. أمال زميل مش أكثر. بوقت من الأوقات كنت تحبه. أنت عارفة أوقات الصمت أشطر من الكلام. ليه انعكس المواقف هلا؟ ظاهر إنه المدرسة عم تاخذ كثير من وقتك وما عم تترك لك مجال للتفكير بنفسك. تواضع منك تحضر حفلة على شرفي يا إبراهيم. كن أكيد لو ما كانت الحفلة على شرفك ما كنت. من شو خايفة؟ كل شيء منه ومن حالي. ليش رجع؟ ليش؟ الحمد لله عرجتك بالسلامة. طولت الغيبة. بعدك مثل ما أنت. الزمن ما ترك أثر على وجهك. إذا عملت حفلي على شرف زياد عبد الله بتحضريها. أنا الحياة ما بتحتاج لأحاسيس. بتحتاج للمال. مرت خيسة حلمة يا مهيك. بلا بس سرة مش بجمالها. تخفي؟ حبك إله واضح مثل عين الشمس. سمر اللي بيسمعك عم تحكي ما بقول إنك بالأربعة وعشرين. ومين قالك عندي أمل بشي؟ خصوصا إنه زياد رجع. ورجعت زياد ما رح تغير شيء إذا هيدا اللي بتقصده. ما بدكم تسمعوا شعر زياد؟ عيناكي وقعوا خطاكي قلب بكفي. الشعر مثل الحب يا مختار، اثنين ما بيقدر يلغيهم الانسان بقرار. بدي اقول انك كنت بحجم الموقف مثل عيلتك دايما. ما تتخيلي قديش انا كمان فخوره بنفسي. جبت البضاعه؟ هيك ولا فوق؟ اي حركه مطلوبه لنفسكم. كلفنا قبليك هون انه تم القبض على ابنك والنبيل الداير. بالحبس؟ نبيل بالحبس؟ فهم التعاطي الممنوعات. ماي نبيل بالحبس. هيدا المكان المناسب لألي. هي اللي تشكت علي. ليه بدها تتشك عليك؟ ومين خبر عنه؟ انا يا استاذ منصور. ارخني قدام لحياتنا. بدك كل شيء بهالمدرسه رح يهدمها قبل ما تهدمي لنا حياتنا بسببها. الحبس ارحم له من الادمان. فسدتي اخيك. كيف عرفت انه ساعدتنا ان نكون مع بعض؟ لأن إنسانة ممتازة. حددت العرس كمان أما بعد؟ Thank you.
شوفي ماشي. تأخرت. أنا متأسف. نرفزتك؟ إمتى ما نرفزتني؟ كيف بقدر أعطيك؟ شوفي شو القصة؟ هي بتأثر علي بشكل مش طبيعي. إذا ابتسمت له ابتسم كل النهار، وإذا زعلته زعل كل النهار. الظاهر بلشت تغيري رأيك فيها. أكيد بحبها. وهي؟ ما بعرف، طلبته اليوم على مكتبها وكل شيء بالمدرسة كان طبيعي، لشو كانت عايزته؟ ما سألتيه؟ ما جاوبني، وهيدا بدل إنه الموضوع ما كان بخصوص المدرسة، لأنه بخبرني بس يكون هيك. قلتلك ما صدقتيني. ما فتحت له كل الطريق. لو بعرف بشو كان عم بفكر فيها. طبعا ما لاحظت امبارح كيف اطلعت فيكي لما سمر حكت عن شعورك تجاهه. بلا تفاجأت، وهيدا اللي خلاني شك فيها. قولك بتحبه اللي مثله بيعرف يحب؟ ما شفتيها كيف كانت عم تلعب بعصاب زياد عبد الله بالسهرة؟ ما شفت ابراهيم بيه كيف كان وراها متظله من مطرح لمطرح، وهي عم تتمايل مثل الطاووس كأنها بنت 20؟ مش ست مسؤولة عن اسم جوزها وصيت ولادها؟ امي ما بدي اكرهها، بس هي مش عم تساعدني. ليش انا قررت اكرهها هيك؟ شو منتظرة من انسانة تشكت على خيها الوحيد وزكته بالحبس؟ اللي تشكت على نبيل؟ الغدا حاضر. يلا جاي جاي. كيف عرفتي انه هي اللي تشكت على نبيل؟ ولا من الاذاعه الرسميه. سمر اللي رجعت من الجامعه؟ ما راحت على الجامعه، يا حقيقي مستحبسه بغرفتها. اجت هي وام حبيب وكل وحده على اوضتها. معقوله؟ منيح اللي انتو هون، الظاهر ما حدا بده ياكل اليوم. ام حبيب ما رح تاكل؟ لا، ما ضاقت طعم الاكل من الصبح. اي حق ما كيف بدها تاكل وحفيدها بالحبس؟ يا حسرتي عليه، شاب باول عمره. سمر لوين؟ راح اتمشى، رح اختنق. كلي شيء. ما رح اكل قبل ما يطلع خي من الحبس. يعني معدل رح تموتي من الجوع. عماد شو بعدك هون؟ لا كنت رايح. شايفك مش على بعضك. ماشي. إذا كنت زعلان من مي طول بالك، مزاجة معكر شوي. خي نبيل بالحبس. نبيل بالحبس؟ بسببها هي. كيف يعني بسببها هي؟ خبرت الشرطة إنه بيتعاطى المخدرات كمشوب الجرم المشهود. إنسانة من صخر مش من لحم ودم. إذا بتسمع وجهة نظرها هي بتلاقيها منطقية. يا أبو المنطق، أوقات المنطق بيكون لا إنساني، وماي كتير منطقية لتكون إنسانية. بدك أخذك معي؟ لا بدي أتمشى. في برد. ما عليه. جميل شو بيك؟ عماد زعلان كل بعد الظهر، يعني بالضبط من وقت ما ظهر من مكتبك. ما بتكفي شرك حدا؟ وطبعا انت اخذت موقف معه ضدي. موهبتك خارقه بالتلاعب باعصاب الناس.
مفروض نخلص بسرعة. عنا ورشة تانية بس زياد عبد الله. شو قال المهندس؟ لازم نحفر أكثر. فكرت إنه خلصنا من الحفر. عزيز عم تتململ كثير بهالأيام، وبالذات من وقت ما شفت الست ماي. هيدي مش شغلتي. أنا بدي أصير مهندس. ولشو التعب وتضيع الوقت؟ يا حول مهندس، بيقبض أكثر مني؟ طيب، طيب قل لي شو بدك ياني أعمل تأعمل. سمر وين؟ راحت تتمشى من الظهر وبعد ما رجعت ما التقيت فيها. يمكن راحت على الحقل العالي. طيب قولي لست تديها معنا على العشاء. فجأة نشتي وسيارتي مش معي. طيب تفضلي تفضلي. معلش رح انطر هون اذا ما عندك مانع. ليه لا تنطري هون بالبلد؟ تفضلي على الصالون. طيب شكرا. سيارتي مع الدرايفر. صار واصل. هلا اذا ما صحيت خليه يوصل. ان شاء الله تصحى. قهوة؟ لا ميرسي ما بشرب قهوة. بترجيك ما تنشغل بوجودي. عادي يا سمر، ليه موترة؟ ماني موترة، بس تأخر الوقت وما حسيت فيه. أهلك بيقلقوا؟ لا ما بظن. دخلك أنت مش عم تدرسي بالجامعة؟ ما رح روح على الجامعة بقى. وشو هالقرار المفاجئ؟ أنا بكره الأدب العربي. أختي ماي هي اللي كانت تحلم تدرس الأدب، مش أنا. أنا كمان كنت أحلم أدرس أدب عربي. وليه ما درسته؟ ظروف. أنا بحب التمثيل. وليه ما بتعترفي؟ كأنك ما بتعرف مجتمعنا وتقاليده. بس في كثير ممثلين بالمجتمع. إيه بس ما عندك. ترفض انك تحترف التمثيل؟ ما بدي اياني احترف اي مهنه ما بتحتاجها المدرسه، وانا بكره كل شيء بيتعلق بالمدرسه. لهالدرجه؟ هي سبب كل عذابنا ومشاكلنا، بسببها عم تعمل فينا ما اللي عم تعمله. شو عم تعمل؟ ما بتحترم اراده حدا، ارادتها وحدها هي اللي بخالفها. تصور انه تشكت على خي نبيل وفوتته على الحبس. ما سمعت بالخبر؟ اكيد بتكون هلا كلها ضايعه عم تحكي بالقصه. باي طريقة؟ اوه هيدي تهمه خطيره. ما بيعطي الحق انها تفسد عليه. وليه برايك فسدت عليه؟ لانه رفض يرجع على الجامعة. طبعا ليلى بتتبخر احنا. Thank you.
مساء الخير يا ام حفيده. ما راح شوف الخير وحفيدي بالحبس. زهية مش شايفه الصحن قدام ستي. ما راح اكل ونبيل بالحبس. ليه قاعده معنا على الطاوله فايزه؟ لانه حضرتك لو رجع عائلي كنت بفضل مشارك بالعشاء مع اللي كانت السبب بحبس ابن ابني. فإذا فيك ترجعي عودتك. ستي نبيل بالحبس لأنه مدمن على المخدرات. بتعرفي شو يعني مخدرات يا ستي؟ ما بدي أعرف. لا لازم تعرفي. عطى مادة أخطر وأفظع من السم نفسه. أيه هو أفضل له؟ السجن لفترة من الزمن ولا الموت بشي مصاح؟ أنا اخترت له السجن. هل قد المخدرات خطرة؟ أخطر من الخطر نفسه. أخطر يا أم حبيب أخطر. أنا فوتته على السجن وتحملت الفضيحة لأنه خايف عليه. لأني بخاف عليه يا ستي. ما هيدا خيي اللي ربيته من وقت ما كان صغير عم يرضع. خيي اللي بعتبره ولد من ولادي. خيي اللي شايفته قدام عيوني عم بضيع مستقبله وحياته وعايش مع شباب زعران بغرفه حقيره معفنه. شو قصدك يا ام حبيب؟ عم تدعي انك بتحبي حفيدك اكثر ما بتحب خيي؟ سلخ قلبي وقت شفته ضايع وخايف ويبكي مثل ولد صغير ويترجاني تما اتخلى عنه. ستي هو تخلى عن نفسه. السجن رح يشفي. بيبقى انه نتكيف مع الواقع. بس خوفي انا انه هو ما يتكيف مع الواقع. رح يكون درس لالي. انت قاسي يا ماي. حتى بحبك قاسي. انا قاسي لاني بحب يا ستي. لاني بحب. زهية جيبي لي صحنة من اللي ما حاضر. أنا قلقانة على سمر. بعد ما رجعت؟ لا راحت كل بعد الظهر والطقس عاطل. بين لحظة ولحظة بترجع. وين رايحة يا ماي بهالليل؟ وين بدك تفتشي عليها؟ الطقس عاطل. رجعي رجعي يا ماي. فتش علي هلا. مين اختي؟ رح تقلق كتير. مش من عادتي غيب كل هالوقت بدون ما اعطيها خبر. شايفك مبسوطة. ليش لا؟ نحن عايشين بقلق دايم بسببها. بس صار لازم ترجعي. هلا وحيد بيوصلك على البيت. بلشت تنزعج بوجودي؟ بالعكس بالعكس. أنا مبسوط كتير بوجودي. بس ممكن قلق أختك يخليها تبعت شرطة المخفر لحتى يفتشوا عني. تبعت اللي بدها إياه. ما بيهمني. ولا حتى كرمالي. يلا رح خلي وحيد يوصلي. مين معقول يكون؟ ما تخافي. هول يمكن الشرطة إجوا يسألوا عني هون. ليه بدهم يسألوا عني هون؟ لأنه القصر أقرب مطرح للحق. ما بدي يشوفوني هون. ما تخافي سبب وجودك هون واضح. مساء الخير. ماي في شيء؟
شو عم تعملي هون؟ فاجأني الشتا وما لقيت الا قصر سيد زياد التجا عليه. نحكي بالبيت مشي. شو بدنا نحكي؟ هلا مش وقت نقاش مشي. تفضلي ستي. عالبيت كلنا قلقانين على سمر. شو عرفني انا انه الدنيا رح تشتي؟ نحكي بعدين. لقيت علي؟ مع انه وضعي بضل افضل من وضع نبيل. وقفي الحكي ومشي. ليه؟ بيحرجك يعرف سيد زياد انك سبب دخول نبيل على السجن؟ شكرا سيد زياد على ضيافتك. متأسفة للإزعاج بس هالمطرح كان آخر أمل عندي. تصبح على خير. السلام. توفي بوعدي. رح دفعك ثمن اللي عملتيه فينا. ما رح سامحك على اللي عملتيه فيي. طالما انا عايش. رح يجي يوم وتشكرني على اللي عملته فيك. سمعتوا يا شباب؟ سمعتوا اخت المجنونه شو عم تقول؟ رح اشكرها على اللي عملته فيي. فينا؟ طبعا. ما رح انطر لاطلع من الحبس. رح اعبر لها عن شكري قبل هيك. زارك المحامي؟ من مصلحتك ما يزورني. لأنه ما رح أرحمك إذا طلعت. فإذا رح أطلب إنه يترك القضية. لا ما تروحي. بترجيكي. الله يخليكي. ما تتركيني هون. عملي حيلا شيء. كل اللي فيي اعمله هلا عدا عن انه وكلك محامي جيب لك كل الدروس اللي فاتتك خلال هالسنه لتدرسها وجبت لك اياها. رح جيب لك باقي الدروس المره الجايه. شو عم تعملي هون؟ عايزتك. جيتي لوحدك؟ ايه جيت لوحدي. ليه خايف حدا ياكلني؟ حدا بوشي؟ لا. حطيني ايدك. شو بكي؟ فينا نبقى لوحدنا؟ شباب اشتغلوا بالشخطورة التانية. شو في؟ بدي نتجوز. شو؟ اليوم. جنيتي شو صار لك؟ ما بقى قادرة اتحمل عيشي مع ماي. بدي اتجوز وارجع اعيش معك هون. روقي. ضروري يصير شيء تيكون بدي نتجوز؟ ماي ما رح توافق. مش ضروري توافق. اتنيناتنا فوق السن القانوني. نحن وعدناها ما نتجوز قبل ما تخلصي علمك. أول شيء أنت وعدتها مش أنا. ثانياً أنا ما بقى بدي أكمل علمي. ما قال جلادة الجامعة والدرس. بس أنا وعدتها وما بقدر أنقص بوعدي. وعدك إلي أهم مني؟ أهم من سعادتي؟ أنا بحبك وبدي أتجوزك وعيش معك تحت سقف واحد.
مش هيدا هو شعورك كمان؟ راح لي كتير وما بقي إلا القليل. إيه بس أنا بدي إنه نتجوز اليوم. سمر كبري عقلي، ما فينا نتجوز اليوم ولا بكرة، المسألة بدها تحضير وتخطيط. شو هيك كوني فكانت؟ بيجي بقعد عندكن كم يوم تنكون حضرنا اللي بدنا نحضره. بدون ما تعرف ماي وين موجودة؟ إذا عرفت ما رح تخلينا نتجوز. إيه بس أنا ما رح أتجوزك بدون موافقة ماي. لأنك ضعيف الشخصية، أنت ما بتحبني، ما بحياتك حبيتني. أنت خطبتني لأنك تقليدي، بتاخد رأي أمك بالعروس، وهي بتعتبر إنه بنت أختها أولى من الغريبة. لو كنت تقليدي ما كنت بخطبك أنت بالذات، لأنه ما بتعجبني لا شخصيتك ولا تصرفاتك. فإذا نعتبر إنه فسخنا الخطبة، لأنه أنا كمان ما بتعجبني لا شخصيتك ولا تصرفاتك. سمر انتبهي. بقي ما رح ترتاح شوي؟ بقي ما رح ترتاح؟ الشباب بكفي اليوم هلقد بكفي، انا تعبان شوي. بس انت انسى انسى شو قلت يا عزيز. الله معكم شباب، الله معكم. حاسس بدوخه مثل لو بتريد خاطر بقني على البيت وهلا انا بلحقك. ليه ما نروح سوا؟ حسيت تعبان. تعبان تعبان ايه، بس بدي امرق شوي عند ابراهيم بك. سبقني سبقني على البيت. طيب اعتذر جيت بدون موعد. اهلا وسهلا فيك باي وقت. انا سعيد بوجودك بالضيعه. اوقات كثير بحس بالوحده وحبايه رفقتك، لانها بالفعل مسليه ومفيده بذات الوقت. ولبعد ما تجوزت يا ابراهيم بي. يعني انا تجوزت مره. بعرف هالشي كان قبل سفر. ايه وبعد ما ترملت ظروف. هالظروف لها علاقة بست معينة؟ لا لا يا مسألني هالسؤال. ولو يا ابراهيم بيك، يمكن انت مش ذاكرني، بس انا ذاكرك كتير منيح. كنت اشتغل عندك انا وولد صغير، وبعدين انا وشاب. اذكر واذكر اني زعلت كثير لما سافرت، لانك كنت شاب نشيط وبنيتك قويه. بس بعني لهلا بسال حالي ليه كنت تنظر لي نظره كلها غضب وحد. ما بعرف، يمكن لاني بيوم من الايام كنت اطمح اني اكون مثلك، وبوقتها كنت احس انه هيدا حلم مستحيل. عظيم. وهلا بعد ما حققت حلمك ما عاد في مطرح للحقد. طبعا هيدا موضوع قديم. شو بتعرف عن قصتي مع هالست؟ كل الضيعة عم بتقول انك بتطمح للزواج منها. ايه وراح اتجوزها لو بقي يوم واحد من عمري. بعدها براسك؟ كنت مفكر انه سنين رح تنسيني هالحب، بس غيبت لي ظني.
سوري، ما كنت عارف انه هيدا الموضوع بوجهك. هلكتني يا زياد، هلكتني. مرة متعجر في وعنيدي، وكل ما زادت عجرفتها كل ما حسيت عم حبها اكثر. بعدك ناوي تتجوزها؟ ايه نعم، وبعدني متأمل تغير رأيها بيوم من الايام. ما ترحلها؟ لا. سعدة، ابراهيم بيك هون؟ تفضل. امين، كيف عرفتني؟ عم سألت عنك ببيتك. مرحبا خواجة زياد. اهلين. شو في مستعجل هالقد وبدك تشوفني؟ بدي احكي معك عن انفراد اذا بتسمح. لا لا لا، قول شو في زياد، مش غريب. تفضل احكي معك لوحدك. ما تاخذني خواجة زياد، بس الموضوع مهم كتير. لك هلا شو القصة، خوفتني. تفضل لو بتنهي الزيارة حالا. كيف؟ صدقني الامر ملح وعاجل. طيب طيب زياد، بالاذن، بس المرة الجاية بدي اشوفك ببيتي. من قلبي، بيشرفني. ما تاخذني خواجة زياد، خاطرك. عسلم. وهلا صار فيك تقلي شو فيه؟ ذهب يا ابراهيم بيك، في ذهب تحت بيت المعلم. شو عم تحكي؟ أكيد شفتون بعيوني، هو ذهب. والعمال شافون؟ لا، من حسن الحظ انا اللي كنت عم بحفر مطرح ما لقيت الذهب. وما خبرتون؟ معقول؟ أو برافو يا امين، برافو، انت رجل ذكي. اطلعوا معي لانك بدي اتاكد بنفسي. ولا يهمك إبراهيم بيك، سرك كبير. أنا كنت عارف إنه هالأرض مخبية دهب، كنت عارف. طب شو رح تعمل بكل هالدهب؟ رح شوف الشخص المناسب ينقل الدهب برات البلاد. أمين، حصتك رح تكون محفوظة. أنا؟ كيف لك إيه؟ ما بفضل ذكائك وحنكتك ضلت شغلة الدهب مستورة وما انفضحت. الله يخليك. المهم تحفظ لسانك، كل نجاح العملية متوقف على الشغلة. شو أنا مجدوب تغامر بمسألة مثل هاي؟ وليك كمان لازم تكمل شغلك بالبناء بشكل عادي وطبيعي. وشو بقول للعمال؟ قلن أجلت المشروع شوي ورح أعطيك مصاري لتدفع لهم أجرتهم. حاضر. المدرسة، المدرسة يا أمين. شو بها؟ أنا أكيد مبنية على كمية كبيرة من الذهب. قصة مش مستبعدة. بس ما رح تبيعها، مستحيل تبيعها، ولازم تبيعها. شو رح تعمل؟ رح أعمل المستحيل، أي شيء، أي شغلة، لازم أملك هيدي الأرض. أهلا مدام سلامة. الظاهر انه وضعوك مندوب دائم لاستقبالي. لا، هالمرة الغلطة غلطتي، انا بعد ما رفعت تقريري للمدير العام. ليه بعد ما رفعت تقريرك؟ مدام سلامة، انا قريت ملفك، ورغم اعجابي الشديد بشخصك وطموحك، شايف انه طلب الرخصة مسؤولية كبيرة. المدرسة موجودة بضيعة، ما بظن انه بتساوي عدد كافي من التلاميذ حتى تغطي رواتب الاساتذة. في شرح وافي لهالمسألة بالملف. كيف تعرفي شباب الضيعة المزارعين رح يرجعوا على المدرسة إذا أمنتينهم الصفوف الثانوية؟ مش بس في مدارس تانية بتستوعب بالصفوف الثانوية. وين؟ وين مكان؟ وين مكان بيبعد عشرات الكيلومترات عن الضيعة. مدام اللي بده يتعلم ما بتمنعوا المسافات.
واهل الضيعه فقراء، ما فيهم يتحملوا مصاريف الطريق ولا مصاريف الاقامه بالمدينه، وفي شرح لهالموضوع بالملف. من وين رح اجيب هالعدد الكبير من الاساتذه؟ يبدو انه وقتك التمين يا حضره المدير منعك من قراءه الملف. شو بتعني؟ بعني انه ملفي كامل ومفصل، لو حضرتك قريته كنت وفرت علي وعلى حالك الاسئله والاجوبه وتضيع الوقت. شو عم تتهميني بالتقصير؟ افهمها مثل ما بدك، لانه مكتوب بالملف انه في 24 استاذ تخرجوا من الجامعه بمختلف الاختصاصات ومضطرين يسكنوا بالمدينه لانه ما في مجالات شغل بالضيعه. انا ما كملت قريت الملف لاني اعتبرت المشروع مستحيل. على كل حال رح اقدم تقريري للمدير العام وهو بيقرر. ايمتى رح ترفع تقريرك؟ بقرب وقت. حدد التاريخ من فضلك. بدك تقولي بعد شهر، يعني المدير العام مشغول بهالايام بمشاريع مهمه. الظاهر انك ما فهمتني منيح يا حضره المدير. بدي هالرخصه قبل بدايه السنه الدراسيه الجايه. مستعجل كثير، وهيدا كمان مكتوب اسبابه بالملف. اذا رح اعمل جهدي امل لك موعد بعد اسبوع. شكرا. موظفين اتكاليين ما بيهمهم الا يقبضوا معاشهم اخر الشهر. شو صار؟ عم يناقشني هو حتى ما طلع على الملف. كنت بالوزاره؟ نعم. وشو قال؟ قلت لك ما طلع على الملف. بس عنده فكره عن الموضوع ما هيك؟ بلا هيك. وشو قال؟ رح تنبسط من اللي قاله. قال انه الضيعه ما بتستوعب مدرسه ثانويه. شو دخله هو اذا بتستوعب ولا ما بتستوعب؟ انا اللي عم بدفع مصاري وانا اللي رح اخسر. قولي عليك الامان. شو بدك جميل؟ قولي عليك الامان بالاول. عليك الامان. هلا يمكن يكون هالموظف بليد، بس اكيد عنده خبره بهالامور وبيعرف انه القرى ما بتستوعب هالصفوف. بيقوموا بيرفضوا طلب الرخصة وبدون ما يهتموا بإيجاد حل. الحل هو رفض طلب الرخص. ما شاء الله، هيدا هو الحل برأيك؟ شو ذنب هالشباب تينحرموا من العلم؟ بتعرف قد ايه في شباب بتضيع وبتضيع المجاورة؟ أنا بعرف، عملت إحصاء. في 300 بنت وشاب خلقوا بين سنة 42 وال 44. ما هي يمكن هالشباب مش رغبانين بالعلم. بيرغبوا لما بينفتح لهم المجال. ويمكن لا. طيب يمكن لا، بس الموضوع بيستحق المحاولة. هالمحاولة رح تخرب لك بيتك، المدرسة واقعة تحت الديون وبيتك مرهون. المدرسة بتغطي مصاريفها بعد 3 سنين. عظيم، ليه ما بتنطري 3 سنين تتكون خلصت ديونك؟ لأنه الشباب رح يضيعوا 3 سنين. ما تشغل فكرك بهالأمور، أنا عارفة شو عم بعمل. ومن وين رح تجيب المال؟ رح جيبه. من وين؟ هون المدرسة. شو؟ سمعت شو قلت. ماي، في عندي سؤال. أعطيتك الأمان. في حدود لطموحك؟ كل شيء له حدود. الحمد لله. إلا الطموح. بس عارف لوين بدي أوصل معك. بعد المشوار طويل يا جميل، إذا تعبت قلي. أنت بتعرفي إني ما بتعب معك، وعم تستغلي هالوضع. كيفك خواجة زياد؟ الحمد لله منيح. في خدمتك بشي؟ امتى بتريد نبلش الشغل عندك؟ بهالسرعة؟ يعني وبناية ابراهيم باي؟ أجلها. ليه؟ ما بعرف، أنا ما بيخصني. أوكي، فيك تبلش ساعة اللي بدك. بنبدأ من بداية الأسبوع؟ خليني أتصل بالمهندس وبعدين بخبرك. اتفقنا، بخاطرك. مع السلامة. بالإذن.
وائل. أهلا يا ابن خالتي، كيفك؟ فوت لي شوي في الباب. كيفك بنت خالتي؟ منيحة، كيفون أهلك؟ منيح. خالتي بقى شي؟ أبدا. شو بيك ليه منبك؟ عايزك موضوعنا أنا وسمر. خير؟ إذا وعدتك إنها تخلص عما نحن مجوزين. لا. وليه لا؟ لأنه ما حدا أو بالأحرى نادرين اللي كملوا علمهم هني مجوزين، لأنه بيلتهوا بالحمل والزواج والولاد وبيلغوا الفكرة من أساسها، وخصوصي سمر لأنه أصلا مش كتير رغبة بالعلم. إلي 5 سنين ناطر، بعد بدك ناطريني 2؟ مش هيك كان اتفقنا؟ بلا، بس حاسس إنها بالاسم خطيبتي. المسافة بعيدة بين ضيعتكم وضيعتنا، وإنت منعتيني شوفها بنص الجمعة، بيضل بالي مشغول عليها قاعدة بهالجامعة بين هالشباب وما بعرف. خايف تخسرها؟ يعني قد ما كان هي صارت كتير متعلمة وأنا شبه أمي، يمكن تحس إنه رفقاتها بالجامعة بينسبوها أكتر مني. شو اللي فيقك هلا؟ أنا عطول فيق. بس في شي طارئ صار فجأة تحت استعجلت تتجوزها؟ لا لا ابدا ما صار شي، بس هيك عم بشتاق لها. ما عليه ابن خالتي، خليك عم تشتاق، ما تخاف تخسرها، سمر بتحبك، وهالكم درس اللي عم تاخذهم بفدوها تتعلم بمدرسة بيا بس ما راح يخلوها اهم وافهم منك. النضج مش بالعلم، في ناس معهم دكتوراه ومش ناضجين انسانيا واجتماعيا، وفي ناس اميين وبيفهموا بامور الحياة اكثر من 100 دكتور. كيف بدها تعلم مدرسة بيا وأنا ساكن بالشمال؟ بتجي بتسكن بمنطقة قريبة على الضيعة وعلى البحر. وشغلي؟ ببحرنا كمان في سمك. اسأليني على القليلة إذا هالوضع بيناسبني. لازم يناسبك، هيدا شرطي الوحيد تكون راضي على زواجكم. هيدا شرطك الثاني بما إنه منعتينا نتجوز قبل ما تخلص عنا. صحيح، هيدا شرطي الثاني. بتشرب قهوة؟ ماي. وائل، وعدني انه ما بقى تفتح سيري بهالموضوع قبل ما سمر تاخذ شهادتها. بتعرفي شو رح يصير اذا اجت ماي وشافتك هون؟ شو ما صار يصير، مش رايحة على الجامعة طالما لما خيب الحبس. يعني اذا بقيتي البيت رح تساعدي خيك تيطلع من الحبس؟ كيف قدرت تقنعك بعملته؟ كيف قنعتك تتخلى عن حفيدك؟ هي ما قنعتني اتخلى عنه، لانه هي ما تخلت عنه. ما بصدق، ما بصدق انك تنقلبي بقدره قادر وتصيري معها ضدنا. شو قلت لك؟ بدي اعرف اي كذبه اخترعت. اسكتي. اسكتوا، سمعتك عم تدافع عنها؟ لو سمعت المحاضره يلي عملتها كنت عرفتي سبب انقلاب ستك. بكت الحجر. شو قالت؟ شو ممكن ينقال بهيك وضع؟ قالت خلي يسكت اللي بيدعي انه بحب خيي اكتر مني. ما بصدق، ولان بتحبه زدته بالحبس. الحبس، الحبس افضل من المصح. ما بقى بدي اسمع، انا ضهرة. عماد، انت عم تتجنبني. ليه بدي اتجنبك؟ ما بعرف، بس عم حس انك مش عم تحكيني او عم تنوجد باي مكان عم كون فيه، حتى انك بطلت تروح على البيت بوقت الغداء. زعلتك بشي بدون قصد؟ لا، بس انا غيرت عاده الروح على البيت على الظهر، خصوصي بهالطقس العاطل، كما واني بطلت احب شرب القهوه وتضيع الوقت بالكلام اللي ما له معنى. صار حديثنا كلام ما له معنى.
ما قصدي حديثنا انا وانت، حديثنا كلنا المعلمين والمعلمات. وبالنسبه لدروس الحساب امال بصراحه انا مش ويش بحضر دروسي ودروس غيري، دبري حالك. انا ما في حضر لوحدي. فاذا ما تعلمي حساب وطلبي من ما يفتش على استاذ ثاني ليساعدك بالتحضير. طلب انت منا، هيدي مسؤوليتك تجاهها. عماد اللي زمان شفتك. كنت مشغول. حجة قديمة. طيب كنت عم بتجنب شوفك. شو بتريد؟ بريد انسحب من اللعبة. أي لعبة؟ لعبتك. بمسلسل ابنة المعلم ماي حاملة مسؤولية كبيرة، من جهة خيا بالحبس ومن جهة تانية اختها عم بتعاندها، وبالنسبة للمدرسة بعدها ما حصلت على رخصة التعليم السنوي. صحيح هي قديرة، بس هل الظروف رح تساعدها؟ منشوف سواده من احداث الحلقة الجديدة، وبتمنى لكم برفقتها احلى الاوقات. الحلقة السابقة من ابنة المعلم. أكيد بحبها. وهي ما بدي أكرهها، بس هي مش عم تساعدني. ما رح أكل قبل ما يطلع خيي من الحبس. على معدل رح تموتي من الجوع. هيدي إنسانة من فخر مش من لحم ودم. أنت قاسية يا ماي. أنا قاسية لأني بحب يا ستي. لأني بحب. سمر وين؟ راح تتمشى من الظهر وبعد ما رجعت. شكت على خي نبيل وفوتته على الحبس. مين معقول يكون؟ مساء الخير. بيحجيك يعرف السيد زياد انك سبب دخول نبيل على السجن؟ تصبح على خير. رح دفعك ثمن اللي عملتيه فينا. بدل اتجوز. جنيتني، شو صار لك؟ فإذا نعتبر انه فسخنا الخطبة، لأنه أنا كمان ما بتعجبني لا شخصيتك ولا تصرفاتك. إذا وعدتك انها تخلص علما نحن مجوزين. لا. إلي 5 سنين ناطر، بعد بدك تنطريني 2؟ ولا بعد ما تجوزت يا إبراهيم؟ ظروف. إلها علاقة بست معينة؟ شو بتعرف عن قصتي مع هالست؟ كل الضيعة عم بتقول إنك بتطمح للزواج منها. وراح أتجوزها لو بقي يوم واحد من عمري. دام. بفضل احكي معك لوحدك. ذهب يا ابراهيم بيك، في ذهب تحت بيت المعلم. وعم تحكي شو القصه؟ حصتك رح تكون محفوظه. انا المدرسه يا امين. شو
شو بها؟ أنا أكيد مبنية على كمية كبيرة من الذهب. شو عم تتهميني بالتقصير؟ بدي هالرخصة قبل بداية السنة الدراسية الجاية. ومن وين رح تجيب المال؟ برهن المدرسة. شو؟ وبنية إبراهيم بيك؟ أجلها. ليه؟ يعني إذا بقيتي بالبيت رح تساعدي خيك ليطلع من الحبس؟ كيف قدرت تقنعك بلعملته؟ كيف قنعتك تتخلي عن حفيدك؟ أنت عم تتجنبني. ليه بدي أتجنبك؟ ما بعرف بس عم حس إنك مش عم تحكيني أو عم تنوجد بأي مكان عم كون فيه. أمال بصراحة أنا مش ويش بحضر دروسي ودروس غيري، دبري حالك. بريد انسحب من اللعبة. أي لعبة؟ لعبتي. شو بتريد؟ بريد انسحب من اللعبة. أي لعبة؟ لعبتك. وضح إذا بتريد. الأمر ما بيحتاج لتوضيح، أنا ما راح أحضر دروس لحساب لأمال من يوم طالع. فتش على أستاذ زيني. كنت عم فتش على أستاذ، وحضرتك اقترحت إنه البرنامج سهل كتير وإنه أي أستاذ عنده ساعات فراغ بيقدر يقوم بالمهمة. وأبديت استعدادك لتحضير الدروس منعاً لأي تقصير. وأنا اخترت أمال لأنه عندها ساعات فراغ، مش لأنه عم حضر لعبة. أنا ما بلعب على حساب تلاميذي يا أستاذ عماد. وكلي أستاذ غيري. أكيد. انتهت المعاملة. كيفك ابراهيم بك؟ الحمد لله، تفضل. شكرا. استغربت لما راح امين يعرض انه يبلش بالشغل عندي بحجه انك اجلت مشروعك. اذا في اي سوء تفاهم. لا لا لا، انا قلت له لامين يبلش بمطرح تاني. يا خيي ما بدي ادفع مصاريف عمال على الفاضي. بالصراحه انا على خلاف مع المهندس وبدي غير. شو في ضيفك؟ ماشي بترجاك، انا بس جاي اطمن. اللي
قصرك لما بيخلص راح يكون قبلة الأنظار. لهيك مش ناوي تزينه بعروس حلو؟ لا يا إبراهيم بيك، ما بعتقد، تعودت تعيش لحالي. لا 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 لا، ما تغلط يا زياد، لازم تجيب ولد يحمل اسمك، الولد سند بالشيخوخة، ما تعمل مثلي. أنا مش ندمان عشي بحياتي إلا على الولاد. بعد في قدامك وقت. يمكن معك حق، بعد في وقت، بس لو هالمخلوقة بتتخلى عن جنونها وبتعقل شوي. تقصد مي سلامي؟ لك ايه مي سلامي، مين غير شغل لي بالي؟ عرفت ان غرقاني بالديون. ايه نعم، ورغم هيدا وكله رفضت بيعني المدرسة، مع اني عرضت عليها السعر ما بتحلم فيه. انت من زمان حاطت عينك على المدرسة. يا خي بيعجبني موقعها، انا كنت دايما احلم بمشروع سياحي ينعش المنطقة، وموقع هالمدرسة مناسب جدا للمشروع. بس شو بتعمل بالست ماي؟ مصرة المدرسة تبقى مدرسة كأنها جامعة السوربون. بس وين بدها تروح؟ ديونة عم تكتر يوم عن يوم يوم عن يوم، بكرة وقت ما بيعود فيها تتحملها رح تتخلى عن عنادها ورح تبيع. أهلا بديب. أهلا فيك، عود. عجبتك خبرية نبيل ابن المعلم؟ شو بو؟ حابسينه. حابسينه؟ ليه شو عمل؟ طلع بيتعاطى مخدرات. مخدرات؟ شو يعني؟ شو عرفني؟ هيك سمعت، قال بيتخدر الواحد وما بعود يستوعب شيء. السيارة وسباني على البيت، أنا رح أتمشى شوي. خوفتني، ما بعتقد اليوم كمان رح تشتي، نقصني. سوري. بعدك على قراري؟ نعم، تيطلع نبيل من الحبس. بس نبيل يمكن ما يطلع إلا بعد سنين. ما بصدق رح يبقى نبيل سنين بالحبس. سوري، فكرتك عارفة. ما يعرفة هالإنسانة، ما بترحم، بتزيد خيا بالحبس ويعرفة إنه رح يقضي فيه سنين، وفوق هيدا قدرت تقنع ستة إنه عملت هيك كرمال صالحه. بتصدق؟ أم حبيبة اقتنعي؟ ستة بتقتنع بأي شي بتقوله ماي، توثق فيها لدرجة اللامنطق. مي وسهرة كمان ما كان يعملوا شي إلا بمشورتها، ما بعرف كيف تقنعهم. ايه بس وجودك برات الجامعة بضرك لحالك. رح يضرها هي كمان، لانه بدي اياني اخد شهادة تعليم صفوف الثانوية. رح توصل المدرسة لهالمستوى؟ ايه هي هيك بدها. بس هيدا جنون. رح تنفذ جنونها، مع انه هيدا رح يكون
بتكون كارثة لكل اللي عايشين مدخول المدرسة. كيف تسمحوا لها؟ ما بنقدر نمنعها، كل شيء بإيدها. قصدك قانونية؟ نعم، بيي وبعدين سهري عملوا لها وكالة غير قابلة للعزل. كل شيء بخص المدرسة بعود فيه القرار إلى وحده، شرط إنه تعطي نسبة من الأرباح للورثة حسب الحق المعطى لهم. بعتقد انك عرفتي بطلب عناد. هيدا طلب وحده؟ شو بتعني؟ بعني انت ما لك دخل بطلبه؟ شو دخل لنا؟ ما بعرف، عم بسأل. لا انا تفاجأت بالطلب مثلك. والعمل؟ رح اطلب من فؤاد يحل محل عناد. ليه طلبتيني؟ تاخذ رايك بالموضوع. ومن ايمتى الي راي بهالامور؟ اذا كان عندك راي باي امر انا مستعده اسمعه. انا متاسفه. مستعد لكل شيء كرماله، صار عم يتحاشاني كأني الطاعون. بحبها، كيف بلاحظت كيف؟ عمليتك ثقتك فيها. عماني الحب؟ لا، ثقتك فيها. لو كنت عرفتيها على حقيقتها من قبل، يمكن كنت قدرت عملتي شيء قبل فوات الأوان. بس هلا فات الأوان، ولازم عود حالي على هالشيء. عود حالك على شو؟ إني أعيش وحيدة كل عمري. كيف؟ بتضيعي حياتك بسببه؟ ما رح اتجوز غيره. تتجوز غيره؟ ما فيي بدي اياه هو او ما حدا. انا ضيعت حياتي بسببه، صرت عانس. هيك رح يسموني الناس من اليوم وطالع. بكره هالمره، هي سبب تعاستنا كلنا. فوت يا جميل. شو عم بيصير بينك وبينها؟ استغلتني كل هالسنين، رجعتني من المدينة عطايا اتعلم عندها. هلا بلشت افهم. كنت عارفة شعوري اتجاهها وسكتت حتى ما افقد الامل. استغلتني اتعلم عندها بالمدرسة. مش ماي بتعمل هيك. ماي مستعدة تعمل أي شيء لمصلحة المدرسة، حتى على حساب حياة الناس. لا يا عماد، ما تحكي عنا هيك. كون عم بظلمها إذا حكيت؟ أكتر ما ظلمت حالي؟ شو ظلمت حالك؟ بكل شيء. كل اللي عملته لهلا عملته كرمالها، ضيعت كل هالسنين كرمالها بسببها. رجعت عم ضيع وقبلت بوظيفة التعليم كرمالها، أنا ما كنت بحلم بهالمستقبل لنفسي. شو كنت تحلم؟ ما بعرف، بوظيفة تانية، مجالات أكبر وأوسع. كنت معتقد أنك بتحب مهنة التعليم. كنت تحب كل شيء بتحبه هي. ما بتذكر أنه عطتك ولو مرة أمل كاذب. سكوتك كان أمل. أنت افتكرته هيك. كيف تتهمها بغلطة أنت ارتكبت؟ كنت اتهمتها لو ما حكيت هلا. ليش هلا بعد كل هالسنين؟ ما بعرف،
ما قالت لك السبب؟ لأنه ما بدها إياني أعيش بأمل كاذب. ليش هلأ بعد ما طمنت أنا صرت بجيبتها وبعد ما فات الأوان تعيش شي جديد؟ ما بعرف ليه سكتت، بس أنا متأكد إنه مي ما بتعمل هيك عن مصلحة. نبيل بالحبس؟ ايه هي تشكت عليه تهمة المخدرات؟ تهمة الادمان على المخدرات. شفتيه؟ زعلان يأسان وخايف. ليه عمل بحاله هيك؟ عم تبكي عليا؟ لهالدرجة بتعزيه؟ بتخليني رافقك شي مرة لما بتزوريه؟ ما بعرف يمكن ما يقبل. قولي له عليا بدها تشوفك تطمن عليك. انا بطمنك عليه. لا انا بدي اشوفه بعيني. عليا قولي له عليا بتترجاك تخليها تشوفك. بتقولي له؟ اكيد. وقولي له قولي له عليا بتحبك. مساء الخير. وين كنتي؟ كنت عم تمشى بالحرش. وليه غبتي عن جامعتك؟ ما بقى رح روح على الجامعة، أنا ما بحب الأدب العربي. رح تحبي غصب عنك، أنا عم بدفع مصاري. ها مصريات بي. ومع هيك رح تنحرمي منهم إذا ما رحتي على الجامعة. أنا حرة بحياتي بمصريات بي، بياخذ منهم سات اللي بدي وما حدا في يمنعني. سكتت امبارح عن تصرفاتك الطايشة، لأنه تفهمت حزنك على مصير خيك. بس ما تفتكري اني رح اترك لك المجال تتصرفي على ذوقك، لانه اذا ما رحتي بكره على الجامعه رح تنحرمي من كل شيء، المال والسياره والمشاوير على الحقل. هيدا استبداد. انت اللي عم تجبريني على الاستبداد لانك ما عم تتصرفي بمسؤوليه. كيف بدي اقدر ادرس وخي عم يتعذب؟ عذر مرفوض. اللي بتقدر تتنزه بالطبيعه وخي بالحبس بتقدر تدرس. العشاء رح يكون جاهز بعد شوي، وما تقولي لي انك ما رح تاكلي، لانه اذا ما اكلتي انت اللي رح تجوعي مش انا. مرحبا. اهلين. وين؟ مثل ما بتعرف المدرسة اخذت لي كل وقتي. بتفضل. كيف عم تقضي ايامك بالضيعة؟ انا مبسوط لدرجة اني من وقت ما وصلت ما نزلت على بيروت ابدا. هيدا خبر عظيم. هيدا بدل انك مش رح تفارقنا. لا تفضل تفضل. شكرا. انا جيت لحتى ابقى. جميل، شو السبب اللي خلى نسيب باك وعائلته ويهاجروا على افريقيا؟ بتذكر كانوا يقولوا انه لقى ذهب بارضه وهربوا برات البلاد. شو باك مش عبابة؟ لا ماشي، بتعرف المدرسة وهموم البيت و... عايز شيء؟ لا 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 مش عايز شيء ابدا. جميل، إذا عايز شيء بدك شيء نحن أهل خبرني. لا بشرفي ما عايز شيء. كل القصة إني خايف عمي. ليه؟ معلوماتي بتقول إنك لازم تخاف منها مش عليها.
مي ضحية حلمها الكبير اللي ورثته عن بيه. ومن شان هالحلم عم بتسخر حياة كل المحيطين فيها. هالحلم صار كل حياتها ومحور تفكيرها، بتعتبره مقدس وما بتسمح ابدا لحدا يهدد وجوده او يمنع تحقيقه. ونجحت لحد هلا، ليه خايف عليها؟ انت بتعرف انها غرقانه بالديون من 4 سنين، مؤخرا اضطرت تبيع بيت بيها حتى تدفع قسم من ديونها. رغم ذلك قررت ترفع مستوى التعليم مدرستها للمستوى الثانوي السنة الجاي. السنة الجاي ما بقى فيها تتحمل مصاريف تانية، ومش عم بقدر اقنعها تأخر شوي، تنطر شوي. والدولة عطيتها رخصة؟ بتمنى الدولة ترفض طلبها. بعتقد كنت واضحة المرة الماضية لما قلت. بعرف شو قلتي مدام سلامة، ورفعت التقرير للمدير العام ورفض طلبك شكلا ومضمونا. بدي أقابله شخصيا. مدام سلامة، المدير العام كان صديق لوالدك وبيحمل لك تقدير خاص نظرا لجهودك الجبارة برفع مستوى العلم بين شباب المنطقة. ما رح يقدر يعطيك رخصة تانية مش قبل ما يشوف النتائج اللي رح تظهر بعد ما أعطاك الرخصة الأولى. نجح عندي 17 تلميذ من أصل 17 بالشهادة التكميلية السنة الماضية، وهيدي نتيجة ما حصلت عليها أحسن المدارس مستوى. إيه بس مستحيل الدولة تعطيك رخصتين بظرف سنوات قليلة، لازم تنتظري 5 سنين. أنا فيي أنطر، بس بيقدر 300 شاب وبنت إنهم ينطروا؟ ليه أخدي هالمسألة على عاتقك؟ وما في ولا ضايع مدرسة سنوية وما سمعنا بهالطلب إلا منك. لأنه أصحاب المدارس بهيديك الضياع ما بيهمهم من المدرسة إلا الربح المادي. مجال العلم يا مدام مفتوح والمدارس الحكومية كتيرة بالمدينة. يا حضرة المدير، ما فينا نفتح مدرسة سنوية بضيعة بتعد 30 بيت. ليه؟ بركي بشي بيت من هالبيوت عايش مبدئ أو عبقري، منعه فقر أهله وسوء حظه وجهل المسؤولين من إكمال علمه أو حتى من العلم. هيدا مين المسؤول عنه؟ مين؟ مين يا حضرة المسؤول؟ كيف؟ مين خبرك؟ جميل خبرني وخايف من هالمغامرة. أكيد بده يخاف لأنه إنسان عاقل. المدرسة السنوية بضيعة صغيرة، هيدي إنساني مجنوني. هيدا بيعني إنه ما رح تبيع. لا رح تبيع، رح تبيع، بكرة بتشوف. خير؟ رفضوا طلبي. الحمد لله. هيدا بيعني إنه رياض رح يبقى بدون علم. قدره، بكفي اللي تعلموا لحديد هلا. بكفي. ما رح اسمح انه يبقى رياض عم يشتغل بالمطاعم وهو حلمه يكون طبيب. ما تقولي انك بدك تفتحي جامعة طب بالمستقبل. هاي يمكن هالشباب مش بحاجة لكل اللي عم تعمليه. ما حدا بيرفض العلم. يمكن، بس بما انه الدولة رفضت تعطيك الرخصة صرتي مضطرة تلغي مشروعك. على القليل عملتي واجبك. ما رح استسلم. الدولة رفضت طلبك. ما رح ترفضوا لما بضم لصوتي أصوات أهل الضيعة والضيعة المجاورة. نعم؟ شو رح تعملي؟ رح خليهم يمضوا على مذكرة يطالبوا فيها بحقهم وحاجتهم لمدرسة ثانوية. خير، كيف حالك يا ام حبيب؟ الحمد لله. اهلا وسهلا فيك، شو هالمفاجاه السعيده؟ حبيت اعملكم زياره واطمن على صحتكم. شكرا، اتفضل. قولي لي كيف مدموزيل امال؟ دخلك عم بتعلم بالمدرسه ما هيك؟ نعم، بتعلم من اللغة الأجنبية للصف الثاني والثالث تكميلي، والحساب للصفوف الصغيرة. اسم الله عليها.
يا حبيب شو صار بقصة نبيل؟ والله زعلت كتير كتير لما عرفت انه بالحبس. بعد ما حددوا له موعد المحاكمة. شي مؤسف. على كل حال ان شاء الله تمرق هالأزمة على خير. شفت الشاب ابراهيم بيك؟ اهوي اذا امكن. يا زهية. زهية راح تشوف اهلها وما راح ترجع الا لبكرة. انا راح اعمل كل شيء. لا 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 ارتاحي انت يا ام حبيب، صحتك اهم من القهوه. لا معلش انا شويه حركه بتنفعني. ام حبيب لا تكوني زعلتي مني لاني هديت بيت المعلم، كنت مضطر. لا بدي ازعل، البيت صار ملكك وفيك تعمل فيه مثل ما بدك. زيارتك غاليه علينا ابراهيم بيك. لك يا ست نظيرة ما بتكبري ابدا انت، كل مرة بشوفك اصغر من المرة اللي قبلها. شكرا، هيدا من لطفك. وبعدين شياكتك صايرة مضرب مثل بالمنطقة كلها. هيدا من ذوقك. ما بعرف لي ست مثليك عايشة ببيت واحد مع كل هالجمهور. هيدا البيت كان ملك لزوجي وبعدين صار ملك لابني، وانا ما فيي ما استقبل اهل كنتي لان هي مسؤوله عنهم بعد موت اهلها. ايه بعرف، وبعرف انك ست كريمه وبيتك مفتوح. الظاهر الحاله الماديه ما بتسمح لك ببيت لوحدك. مش كتير، نحن كلنا عايشين من مردود المدرسه. ايه والمدرسه مش عم تعطي ارباح كبيره؟ كانت تعطي قبل الديون اللي تراكمت علينا. شو عم تحكي؟ المدرسة مديونة؟ مش عارف؟ لا أبدا، حتى أني مستغرب. بعد موقف الست ماي فكرت أنه المدرسة بأحسن حالاتها. أي موقف؟ موقفها مني لما عرضت عليا أشتري المدرسة. عرضت عليا تشتري المدرسة؟ ما عرفت. على كل حال هي مش رح تبيعها. كنت بفهم موقفها لو كان وضع المدرسة منيح، بس إنها ترفض نص مليون ليرة وتفضل الديون عليها؟ ما عم بفهم. نص مليون ليرة؟ عرضت عليها تشتري المدرسة بنص مليون ليرة؟ إيه نعم، ما خبرتيك؟ هلا فهمت موقفها. موقفها؟ هلا المدرسة بإيدها لوحدها وبتعطي الورثة نسبة من الأرباح، أما إذا بعتها فمجبورة تعطي كل واحد حصة. موقفة واضح. نعم، ومن هالناحية معها حق، ما بدها تبدد المال. صباح الخير. أمال. نعم. أنا متأسف على اللي صار من كم يوم، ما كان قصدي اجرحك. وشو كان قصدك؟ صدقيني انت ما دخلك بهالموضوع، القصة بيني وبين ماي. فإذا كان المفروض بقية بينك وبينه، لأنه كرامتي لا على حسابك ولا على حسابها. إن شاء الله ما يكون وقوفي هون مخالف لقوانين المدرسة. لا أبدا، أي خدمة. ناطر عماد تعزموا على الغداء، وحسب ما بذكر هلأ فرصة الغداء، إلا إذا النظام تغير. لا ما تغير. عظيم، بحب بحس إنه الأمور بعدها حالة مثل ما كانت قبل ما سافر، ما بحب بحس إنه تغير شيء. في أمور بعدها على حالة. أمور تانية تغيري؟ عامل الزمن بالإذن.
شو عم تعمل هون؟ جاي اعزم صديقي المغرور على الغداء لاني ما بشوفه الا بالمناسبات. قبلت الدعوة. شو عامل فيكم هالمخلوقة؟ ما شفت إلا وجوه عابسة بهالمدرسة. عم تحكي على الوجوه العابسة؟ ولا مرة شفتك عم تضحك من لما رجعت. وهلا عم بضحك مثل ما انك شايف. قلي يا زياد، كيف فيك تخبي عواطفك؟ ما فهمت. شفتك كيف كنت عم تطلع فيها. لمين؟ تعرف مين بقصد؟ لا منرفز منها. ما تهرب من سؤالي. كنت عم اقول لحالي بعده شكله مقبول رغم كل هالسنين. هلا دورك انت تجاوبني على سؤالي. ما تنطر وليمه لانه سعده مشغوله مع العمال. صاروا عندك من كم يوم؟ وقفوا الشغل بمشروع ابراهيم بيك؟ عود. شو القصة؟ ما تقلي انه ابراهيم بيك بعتهم لعندك قبل ما يخلص من عنده بدافع الصداقة. ها؟ أجل المشروع. ليش؟ ما كان مستعجل؟ هيدا موضوع بيخصه. ما خبرك عن السبب رغم صداقتكم؟ متضايق من هالصداقة. أنت حر باختيار أصدقائك. عماد، كنت مفكر انك بتعرفني كفاية لحتى ما تصدق اني ممكن اقبل على نفسي صادق هيك رجال. انا كنت اعرفك يا زياد قبل ما تسافر مش لما رجعت. يمكن تغيرت بس مش لدرجة اني انسى شو عمل فيي هالانسان. كيف تقبل علاقتك الماضية بماي وهو بعده بيحبها؟ ما بيعرف. معقول؟ ما كل الضياع كان بسيرتكم من لما وصلت. اها هي خبريه جديده. ولا كل الضيعه كانت بسيرتنا. استغربوا ليه ماي ما سلمت عليك. هلا فهمت سبب هالتصرف الاستعراضي بسهره المختار. كانت مانعة مش هيك؟ لدرجه بتستحق تتهنى عليها. لا زعلان منها؟ كيف عرفت اني زعلان منها وهي بالذات؟ غلطان انا؟ انساني مستبدة وصل استبدادها لدرجة انها تختار عروس لإلي. ومين اختارت؟ شو الموضوع؟ الموضوع انه كيف تسمح لنفسها انه تاخذ قرارات عني كأنه انا اديت بايدها. ما كنت هيك بالنسبة لك كل هالسنين؟ يمكن بدون ما احس. بتحبها؟ كلنا بنحبها بشكل من الأشكال. أنا قلت إنه في غاية من ورا زيارته. ما سمعت شو قلت؟ نص مليون ليرة بدل الفقر والذل والديون. ليش عم تنقص عليكي ماي؟ ما انت حضرتك بتضلي ما شاء الله من عند الحلاق لعند الخياطه ومن عند الخياطه لعند الحلاق. ايه انا حره بمالي. بس منك حره ولا صاحبه القرار بالمدرسه. ولشو المدرسه والتعب والهم؟ مع كل هالمال بتقدر تعلم ولادها باحسن مدارس بالمدينه. صرتي عم تلحلحي على المدينه هلا. وشو في هون؟ فقر وضجر وبشر متخلفين. هلأ صاروا أهل الضيعة بشر متخلفين؟ شو بنت أصل؟ أنا أصلي من المدينة وما سكنتون إلا بعد زواجي. إيه ما تحلمي كتير. المدرسة ما رح تبيعها. المدرسة مش ملكة واحدة. المدرسة ملكنا كلنا وهي بكل وقيحة بتخفي عنا هيك موضوع كأننا مش موجودين. نحنا كلنا بدنا نبيع المدرسة. مين يعني كلنا؟ أنا ما رح بيع.
والولاد ما بياخدوا رأيهم بعين الاعتبار. سمر ونبيل ببيعوا. شو من بيعنا ونبيل؟ سمر يا أهلا يا أهلا. تعال تعال حبيبتي تعال. أدي أنا مبسوطة مبسوطة كتير يا سمر. إبراهيم بيك بده يشتري المدرسة بنص مليون ليرة. نص مليون؟ ويمكن أكتر. مفكر يبني مشروع سياحي من 20 سنة والمدرسة عم تعرقل له هالمشروع، وإذا قبلنا مستعد يدفع لنا المبلغ اللي بنفرضه عليه. شو رأيك؟ عم تسأليني؟ هيدا حلم ستي، هيدي فرصة ما بتتعوض. سكتي، أختك رافضة تبيع المدرسة من زمان. ما بحق لها ترفض، نحن قلنا رأي كمان. من أمتى عم تحسب لرأينا؟ تضطر ترضخ للأمر الواقع إذا كتفنا كلنا ضده. نبيل بيمضي على بياض. وستك رافضة. هيدي فرصة قلنا كلنا، المدرسة ما عم تعطي. والولاد اللي عم يتعلموا بالمدرسة يعيشوا من رواتبهم، هاودي ما بتحسبولن حساب؟ الأساتذة بياخدوا تعويضهم يا ستي. يستحق المال نهدم مدرسة، منمحي أثر المعلم بشوية مصاري. بي مات، تهدمت المدرسة أو لا ما رح يتغير شي بالنسبة له. خلاصية بلا أصل، هيك بتحكي عن بيك؟ وبفتكر إنه بي بده ساعدتي وساعدة نبيل وساعدتنا إنه نتحرر من ظلم أختي. بدي أتحرر منها بأي ثمن. رح تنبيع وأنا عايشة. بعد ما حضرت اللوائح بيمضي او بيبصم كل واحد حد اسمه. ومين رح يقوم بهالمهمه؟ انا وانت طبعا. لا انا ما عندي سياره. لاني ما بدي اشوفه، بدي اياك تزور زياد عبد الله. لانه ما بدك تشوفي. سرني عن اسمه. ما بظن بيمضي، لكن ما حب امضي انا كمان. روح انت، انا متاكد انه مش رح. مرحبا. مرحبا. ابراهيم بيك موجود؟ مين؟ جميل؟ هلا شو؟ أمين هون كمان؟ متري خدمة. خدمة لك؟ لا للست مي. هي بعثتك؟ نعم. شو هي الخدمة؟ لو سمحت توقع حد اسمك. أهالي الضيعة. نعم. شو الغرض منها؟ رفضت الدولة وست مي حرصا منا على مستقبل شباب الضيعة، قرر ما شاء الله. وبدك ياني امضي؟ لو سمح. هو شو دخله؟ هو بيعرف راي حاجة إلى عندي لأمضي؟ سيد أمين رح تمضي؟ مش ببيتي. الست ماي رح تزورك ببيتك. شو هالمغرورة العنيدة هيدي؟ طب وانا شو رح بعمل ابراهيم بيك؟ ممكن تحرج لي موقفي واضطر امضي. لا مش رح تضطر تمضي، لانه مش رح تكون الوحيد اللي رح يمضي. كيف؟ بكره بتشوف. المهم هبي مطرحه، الوقت مش مناسب. طيب وقديش بدنا ننطر؟ ما تستعجل يا أمين، النطرة أفضل من الحبس. حبس؟ ليه؟ ليه؟ لأنه اللي عنا نعمله مش إنه. بس ما رح يكمشونا ما هيك؟ إبراهيم بيك في مخاطرة إذا نقلنا الذهب؟
ما في مخاطرة إذا نطرنا الوقت. طيب بننطر. خاطرة. الله معك. وطبعا إيه لهالدرجة؟ إنسان حقيقي. شو كنت ناطر منه يا جميل؟ وانت عارف انه طمعان بالمدرسة. هيدي فكرتها هي. ما عندي شك ابدا. وانت كمان رح تمضي ولا حتطردني من بيتك؟ انا؟ هي بعد. نعم. وقال انه اكيد رح تمضي اكراما لذكرى المعلم حبيب. بس مش تيجي هي تطلع. شكرا استاذ فؤاد. ست ماي اقعد استاذ ست ماي. أرجوك عفيني من الكلام، أنا ما بحب زي اللي عم تعمليه وبعتقد بحق لي. أنت معني بعملك دي مش أكتر. أنا ما عم بطلب أكتر، بضمن لك. كيف بتأكدي إن المدرسة ما رح تسكر؟ أمور ما بتعنيك. بلا بتعنيني ست ماي، وبتعني باقي الأساتذة وكل اللي عايشين من مدخول المدرسة، لأن هاي مسؤوليتي. ومسؤوليتي عم تتجاوز حدودك. كل اللي عليك تعمله أنك تمضي أو ما تمضي، ما رح أسمح لك أكثر من هيك. ترجع صفك كأنه ما المدرسة كان واضح، وأنا بحترم إرادة خيي. شو؟ طردني من بيته. عن مين عم تحكي؟ إبراهيم بيك طبعا. لئيم. أما زياد عبد الله. شو بو زياد عبد الله؟ قبل يمضي عشرت إنك تطلبي منه شخصيا. لا. والباقي حتى سليم؟ حتى سليم. ما بصدق. سليم قبل يمضي؟ مش برضا. شو قلتي؟ بخصوص